كاع الشعب الجزائري اللي وقف معايا، ونشكر يعني الدولة اللي دارت الانتفاضة وشافت فيا، و عندي تحية لكاع موالي اليوم في الجزائر وكاع حبابي وناسي، ونقول لهم ما يتقلقوش، راني الحمد لله يا ربي راني دخلت للسبيطار، راهم قايمين بيا ما شاء الله. ونسلم بزاف على الأم العزيزة، ونقول لها ما تقلقيش عليا بزاف. في الوقت الحالي هذا الحمد لله يعني مقامهم بالدور تاعهم وساو الشيء اللي لازم يواسيوه، ونشكر ثانيك وزير الصحة اللي لبى الدعوة تاع عدلان وهضر، وكيما هضر يعني الحق يعني ربي واحد، رانا سمعنا وما جاتنا لاسيستون سوسيال تاع لومباساد لهنا في باريس، ورات لنا الكوارط وعاونتنا بزاف ثاني لاسيستون سوسيال اللي كثر خيرها يرحم والديها، نشكروها بزاف.